مرحبا. نحكي عن نقطة أخرى أيضا بتبيع، نحكي عن الفنيات. سعد بجيل شفناه اليوم برشا نداو بأنه ياخذ فرصته، خاطر تقريبا ملي مشى الأبها قاعد يجي ومش قاعد ياخذ في الفرصة نتاعو، ديما يجي كيما نقولوا بين ظفرين زينوا به بنك الاحتياط ويروح كيما جاء. اليوم شفناه يلعب سعد بجيل، شفت إضافة فنية ولو أنه لعب على الجهة اليمين ما لعبش شمال كصانع ألعاب؟ هو راهو بربي باش نرجع لحارس مرمى معز بن شفيه، راهو ثم حاجة أخرى مهمة برشا، عنده أن امباكت على ليكيب في الفستيير مهمة ومهمة برشا، اللي هو كان قبل مع وسيم نوارة وعمار وعلي جمل، اليوم يلقى روحه معز تيتولير، معز يكور بالكدا بساقيه، دونك خلات اللي لو شوا نتاع راضي جعايدي في الترجي الرياضي التونسي سي ان شوا معناها بريسك كوليكتيف، معناها الناس الكل سور بالفالور. انا الحاجه البركه اللي نجم نلوم عليها الترجي الرياضي التونسي، علاش انتداب فاروق بن مصطفى باش تعمل مشاكل في تحب ولا تكره، لان فاروق بن مصطفى كمل في ما في السعوديه كاحسن حارس مرمى صارت ماما الى تيلو، علاش جا للترجي وقت يعرف الترجي ثم موجود معز بن شريفيه. سعد بقير، سعد بقير انا في قناه 218 يحيوك خويا اسلام، سلموا عليهم فريمون يقولوا عليك كان في الخير وعلى حشمتوني تو انت ونايم، قولوا لي في الاوف مش لا لا ميسالش تستاهل كل خير، اللي انا ايش نقول لك، انا الحمد لله ربي احنا اون بارل با دون لو فيد، وقت اللي نسمعوا حاجات بلوتو نبداو فرحانين، كساسوا مهند ولا عاطف ولا اسماعيل كلهم الحق يشكروا فيك، يشكروا فيك انكرويبل. قبل المباراه قلت لهم انا اللي سعد بقير باش يكون المفاجاه نتاع المباراه، لان علاش؟ لان حتى مباراه بلعبها مع الفريق مع سي منذر كبير الى حد الان يلقى روحه تيتولير في مباراه كيف هذيه، يفا ريبوندر بريزون، لان سعد بقير ا بوزوان دو سا، لان سعد بقير كان تتفكر سارتا مومون وقت اللي في الترجي الرياضي التونسي سيتي ان جوار انكرويابل حتى دون لي مومون ديفيسيل، ولا ماركي حتى بالراس، معناها قصر القامه نتاعو ولا ينقز بالراس وماركي، هو تفاجا معناها هو بنفسه تفاجا بالتسجيل بالهد. لكن اليوم سعد بقير كان لا كان موجود، انا نقول تو سامبلومون لي جرون جوار نلقاهم دون لي جرون رونديفو، ولا ريبونس اللي استنى فيها سي منظر كبير لقاها مع سعد بقير، ولو اون با ديسكوتي او نيفو دو لا كومبليمونتاريتي، حتى ولو سور لي كوفران يجي ثم اللي يقلقوا فيه كسوا وهبي الخزري اون بارلور من بعد يقلق فيه سور لي كوفران، ولي كوفران سعد بقير الي لميور ميم حتى انيس بن سليمان الى فولي حتى وهبي يشوت حتى اي ما ثم بوزيسيون يلزمها تكون نتاع سعد بقير، وثم اون اوتر بوزيسيون يلزمها تكون نتاع انيس بن سليمان ولا وهبي الخزري. وشفنا وقت اللي شات شوطه بركه سعد بقير، شفنا الكره وين مشات، وقت اللي شات انيس بن سليمان وين مشات، وقت اللي شات وهبي الخزري نفس الشيء. يلزمنا هذا يتعامل، يلزم يفو فير اتونسيون باسكو تنجم ان ريزولتا بو اتر ديكونتي في سو في وقت اللي تلقى صعوبات كيما تلقى لينتوندو اللي صار من تبارك الله الهدف اللي تحط اربع حراس مرمى ما يشدوهاش نتاع الياس الصخيري، خليت حاجه اخرى على الياس الصخيري بربي لينتوندو سعد بقير باش نسالك عليه، ما تشوفش اللي ما عادش متاكد اللي يتم في اعطاء لمسه فنيه في وسط الميدان المنتخب، شفنا حتى لي باس نتاعو معناتها فما برشا لاعبين باساتهم ديما بالعرض، هو الباس نتاعو يكسر بها لي لين. يعطيك الصحه، هنا بيزوان دو سا، انا بزوان دو بروفوندور، انا والكره اللي كيفاش يحاول باش يشوت زعما ومن بعد يعطيها ان بلا دو بي يلقى روحه، وشفنا زوز اهداف اللي ضيعناهم اون بريمير ميتون من نعيم سليتي. انا نقول تو سامبلومون راهي سين كيستيون سعد بقير، الديسكسيون اللي صارت معاه سي اون ديسكسيون بروفوند مع المدرب سيرتينمون مع ستاف تكنيك، علاش قبل المباراه وهو كان في موجود معناها وعطى لا ريبونس، لا ريبونس ديما في التيران، وهذه هي نقطة القوة نتاع سعد بقير اللي كان ناقصنا احنا، كنا نلعبوا ترو دو جو لاتيرال اللي هو مخطر برشا على الفريق، إذا كان ثم كونتر أتاك تولي مشكلة تبقى إليميني ميليو دو تيران. بار كونتر سعد بقير دون تو لي دومين كسوا سور بالاريتي ولا سور لي باس معناها أون بروفوندور ولا حاجة، تلقى سعد بقير علاش لعب هو على الجهة اليمنى أسرتان مومون، ممكن سيمون
تنظر كبير معامل عليه باش يدخل خاطر عنده ينفرب دوبالا ولو انه ما يحبش ما يحبش يلعب غادي هو يلعب هو سي منظر كبير دو ليكيب دو جوي سي منظر كبير دو يوتيليزي لي جوور اون فونكسيون دو لا كاباسيتي نتاع جوريت شنو اللي يلزمات اليوم سعد بقير ما يحبش ولا ما يحب اليوم سي منظر كبير اي ريزون باش يلعبوا في البوزيسيون هذيك دونك وشفنا احنا حتى تو نحكيو من بعد على وهبي الخزري لكن اليوم سعد بقير فريمون الحاجه الباهيه زاد سي منظر كبير سي كي لا بون دو رومبلاسون ما شاء الله تري فورني ينجم دون سي مومون لا يلقاهم جورات هذوما وبقدره ربي سيرتينمون باش يعامل عليهم في الماتش روتور خاطر يورا انورمومون دو شونجمون باش يخلي الناس الكل عندهم فرصه باش يعملوا الفارق ويوريو هجوم يوريوني هما سي دو فوتور تيتولير في ليكيب ناسيونال. باش نكمل معاك على سعد بقير نعيم واحنا نسالك تواصلا مع كلام سي المنجي انك تلعب ملاعبي كان عليك بريسيون كبيره باش تلعبوا تلعبوا في بلاصه مش بلاصته ما تشوفش فما كانك تحب تحط اللاعب راس راس مع الجمهور تحطه مش مرتاح هكا في البوزيسيون هذيك والا لا معناها مادام اللاعب عطى مردود به معناها المدرب عنده الحق. شوف هو المدرب على ذمته 23 ملاعب يعني كيف يجيب باش يقول اللاعب راك باش تلعب في البوست الفلاني باش يقول له معناها باش يلزم الملاعب يكون حاضر للضغط ما نصورش انه منظر الكبير توضع في ضغط لانه ما لعبش قبل. حتى ضغط معناه من ضغط ضغط الاعلام ضغط شكون باش يجي يقول له معناه لاعب سعد بقير بسيف هي المباراه بصفه عامه كما قلنا من الاول ما فيهاش ضغط كبير يعني امام موريتانيا موريتانيا ماهيش كما قلنا موريتانيا اللي لعبت معنا في الكوب دافريك الاخرانيه يقول لك خليني انا نجرب سعد بقير حتى سعد بقير صحيح مع تروا بيفو لكن سعد بقير لقيناه سعد بقير لانه ان كرياتور في 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 الجو اوفنسيف في الانيماسيون اوفنسيف سعد بكير تلقاه يعطيك الحلول وشفنا قداش من باس عطاها في البروفوندور عطاها للخزري عطاها للسليتي معناها حتى كي كان في الاسبيرونس كي تضيع الاسبيرونس تلقى فما سعد بكير يخرجك من المازق اللي انت فيه انا بالنسبه لي انا نحن تونس القديمه منتخب تونسي القديم اللي قبل روجي لومير كنا ما كناش نلعبوا بلاش ريجيسور يعني ديما العشرة كان موجود في المنتخب التونسي بعد هو في العالم الكل تقريبا ما عادش فما عشرة كيف جيرو جي لومير تبدلت يعني لعبنا بخمسة بيفوات يعني مش حتى بتروا بيفو اللي قاعدين نلعبوا فيهم توا تبدلت العقلية والعقلية هذيك مشيت حتى مع المدربين التونسي لأنه فما شوية خوف يقول لك خليني انا منها نحافظ على نتيجه ونلقى فما جوار في اللي تروا بيفو هذوكم يخدم خدمه الريجيسور مش ديما ينجم يخطف معاك راه الملاعب هذاك بالنسبه لي انا سعد بقير بلاصته موجوده لكن في عقليه المنظر الكبير ينجم يكون موجود سعد بقير في البنك في المقابلات مثلا ضد المنتخبات الكبيره الكاميرون نيجيريا الجزائر المغرب مش باش تلقى سعد بقير موجود لانه باش يحافظ على السكولات نتاعو اللي هي تروا بيفو اللي هما الياس الصخيري اللي موجود بن سليمان اذا كان والا برمضان فرجاني سيسي كيف يرجع والعيدوني هذه هي معناها تركيبه المنظر الكبير. نكمل نحكي معك فنيا سي وجدي ايضا مركز ما زلت تحكي في بقير ولا تحب تحكي على بقير بس كلمه انا يظهر لي وانه المدرب كان ما بين خيارين يا اما يلعب بنفس الاسلوب نتاعو بنفس الخطه بنفس التكتيك جوست تقف شويه الميكرو سي يلعب بثلاثه يعني يلعب صخيري بن سليمان والعيدوني وثلاثه مهاجمين قدام فهمتني ويلعب بقير يحب يشارك بقير لكن ما وفرلوش المكان نتاعو بقير ما وفرلوش المكان نتاعو باش يشارك بقير والا يبدل الخطه نتاعو يرجع يلعب اون كادو ويوظف بقير بالضبط بالطريقه المثلى اللي يحبها بقير اللي يرتاح فيها انت بقير قدم مباراه جيده 50% من الامكانيات اللي نجم نقدمها كان قعد وراء المهاجمين وهو اللي فور في لا ديرنيير باس الباس الاخر فهمني التمريرات الحاسمه نتاعو اللي تري فور هو على الجنب وطلب منه باش يدخل ابارمون على الجنب وماهوش وهو غوشي دونك باش يخدم لي ترانغوليزون مع خزري ايفونتويلمون سليتي كان دخل شويه الوسط ولا بن سليمان ولا غيره كان يلعب يعني وراء المهاجمين باش يخرج اكثر كر يقعد شويه قدامه على اليمين على اليسار كمدرب مثال جرب خطه اخرى تستحق لها في الماتش اليوم ضد موريتانيا ماتش ماهوش كلمه ضد موريتانيا نلعب اون كادو ترو علاش نلعب بثلاثه انا في ريكوبيراسيون بن سليمان والصخيري وعيدوني علاش كان الصخيري وعيدوني يفكوه استرا فوكوس ترى معناها يسون تري فور معناها ديجا فاهم اشكال الصخيري ولا الصخيري حتى سو البلون اوفونسيف الصخيري يمشي
دارت تنحات راه حكايه سنتينيل في المدير بدات تتنحر بدات بشيك تشوف السخيري سنتينيل ويماركي في فريقه في المانيا ويماركي يعني في تونس ثم حاجات راه مازلنا نحكيو برشا بحاجات قاعده تندثر بشوي بشوي الكره راهي تتبدل برشا دونك هنا بكير نتصور انا كان لعبنا باثنين وقدامهم مقير خلف المهاجمين كان ينجم سعد بقير يقدم مردود كبير برشا والمدرب يعمل خيار اخر تكتيكي يصلح له في المستقبل اذا كان يحب يلعب كادو تروا يلقى ديجا الفورمول حاضره وترن عليه باهي. ما دام حكيت على الصغير انت فما